إلوهية الرب يسوع المسيح مختصر. أنا كاتب 3 كتب والرابع قرب، كل واحد منهم 1000 صفحة عن لاهوت الرب يسوع المسيح في الكتاب المقدس. وقدمت ملفات كتيرة سابقا عن لاهوت المسيح المعلن في الكتاب المقدس، الجزء الأولاني من هل أثبت الكتاب المقدس لاهوت الرب يسوع المسيح، والثاني من كتاب لاهوت الرب يسوع المسيح من الكتاب المقدس، والجزء الثالث والرابع قريب، كل واحد منهم 1000 صفحة. أيضا ملفات مهمة، إثبات أن الرب يسوع المسيح قال لفظيا أنا هو الله، إثبات أن الأناجيل تكلمت عن لاهوت الرب يسوع المسيح لفظيا، أمثلة على إثبات الرب يسوع المسيح من سياق كلامه، لقب كيريوس وإثبات لقب أن الرب يسوع المسيح قال أنا هو الله لفظا، هل لقب يسوع المسيح لقب بثيئوس الذي هو إلهيم، لماذا الرب يسوع المسيح أخذ لقب الرب أكثر من لقب الله اللي هو لماذا أخذ يهوه أكثر من إلهيم، وإلهية السيد المسيح من سلطانه ومعجزاته، وإلهية الرب يسوع المسيح من نبوات العهد القديم، كل دول أوريدي اتكلمنا فيهم إلى حد ما، وهتلاقيهم موجودين بتفصيل في الموقع بتاع ضعفي، وهنزل لحضرتك اللينك بتاعه لو تحب، لو عايز فعلا ترجع وتراجع كل هذه الموضوعات، لكن أنا عارف إن هي طويلة عليك شوية، هتلاقي الكلام ده كله موجود في اللينك اللي نزلته لحضرتك الموقع بتاع ضعفي. لكن باختصار، انا عارف ان حضرتك مش هتقدر تقرا 5000 صفحه ولا اكتر اللي اتكلمت فيها عن لاهوت الرب يسوع المسيح، فكلمك باختصار. نشوف الكلام اللي قاله الرب يسوع المسيح نفسه هو المتكلم، ايه رايك نروح لسفر الرؤيا لما يتكلم الرب يسوع المسيح بنفسه، وبيكلم مين؟ يوحنا الحبيب تلميذه اللي هو كتب إنجيل يوحنا. الرب يسوع المسيح بيقول ليوحنا الحبيب إيه؟ بيقول عن نفسه هو سيأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه اللي طعن اللي هو الرب يسوع المسيح، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. ده مين المطعون ده اللي طعن في جنبه على عود الصليب؟ بيقول عن نفسه أنا هو الألف والياء، أوبا، البداية والنهاية، يقول الرب، ده المطعون اللي طعن على عود الصليب، الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. لو تروح حضرتك لسفر أشعياء يقول لك الكلام ده صفات ربنا وبس، صفات الإله الأول والآخر، البداية والنهاية، الألف والياء. لن تجيب، أنا لسه ابتديت كلامي وحضرتك على طول حكمت أن أنا ما أجبتش. جديد على البالتوك أو جديد في غرفتنا هنا؟ واضح. أيوة جديد طازة، ما حصلتش قبل كده. ما علينا. anyway. طيب أكمل العدد ده، شرحته بالتفصيل في الجزء الأول من الألف والياء والبداية والنهاية. الرب يسوع المسيح الألف والياء البداية والنهاية، أيضا اللي قال في إنجيل يوحنا أنا هو الذي يعطي ينبوع ماء الحياة الأبدية، الكلام ده لقيه في يوحنا 4:14، من يشرب من الماء الذي أعطيه فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. أنا لقيت البالتوك عندي أعتقد فرز، هل أنا مش عارف، البالتوك وقف تماما، ده واضح جديد طازة على البالتوك، مفيش أي خبرة لا في التحكير ولا في الحاجات إياها. طيب أشوف إذا كان البلتوك شغال ولا لا. أصلا لحظة واحدة، أنا عارف إن أساتذتي الأحباء على اليوتيوب سامعني، لكن هروح أشوف البلتوك من كمبيوتر تاني لأنه فرز عندي في الكمبيوتر. فعلا زي ما توقعت. طب لا أشكر ربنا، هو خلاص رغم إن هو واقف عندي ولكن في صوت موجود كويس. ففي إنجيل يوحنا 4:14 بيتكلم على إن هو يعطي الماء الحياة. طيب إيه المشكلة؟ نلاقي برضو ربنا في سفر الرؤيا والمتكلم الرب يسوع المسيح لما يقول في رؤيا 21:6 ثم قال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. من اللي يعطي من ينبوع ماء الحياة مجانا؟ عرفناه في يوحنا بوضوح 4:14، هو الرب يسوع المسيح. كويس؟
انا صفحة البلتوك مهنجة عندي تماما، فلو حصل حاجة سامحوني، بس انا بتابع من الجهاز التاني. فالرب يسوع المسيح اللي يعطي زي ما قال في يوحنا 4:14 من ينبوع ماء الحياة مجانا، هو اللي اعلن انه هو الالف والياء، البداية والنهاية. كويس. ويقول ايه لفظا، ونركز في العدد الجاي، يعني يوحنا الرؤية 21:6 الالف والياء اللي هو المسيح زي ما قال في رؤية 1 اللي يعطي ماء الحياة مجانا لكل من يطلب، اللي هو زي ما قال انجيل يوحنا 4:14 هو الرب يسوع المسيح. يقول لنا ايه في عدد 7، من يغلب يرث كل شيء واكون له الها. اين قال المسيح انا هو الله؟ ما هو قالها لفظا، والمتكلم هو الرب يسوع المسيح. اكرر دي تاني علشان اللي ما سمعهاش قبل كده وما تقلتلوش قبل كده في المناظرات، ويمكن ما فهمهاش لا سمح الله اللي قال على طول ما عندكش دليل وما بتجاوبش. الرب يسوع المسيح في رؤيا يوحنا 1 وهو المتكلم قال عن نفسه انا هو الالف والياء البدايه والنهايه، الكائن والذي كان والذي ياتي، القادر على كل شيء. وهو اللي قال على نفسه ان ما فيش حد غيره، هو الوحيد اللي يعطي مياه الحياه مجانا، ينبوع ماء الحياة مجانا. كويس. المتكلم ده هو نفس الرب يسوع المسيح، برضو يكرر مرة تانية ويقول أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، اللي هو الرب يسوع المسيح. أنا اللي بدي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، اللي هو الرب يسوع المسيح. أكون لأي حد يطلبني أكون لي إلها. أوبا، ده المسيح قال إلها لفظا، ده لا بقى معنى ولا احتمال ولا اللي بنقاوم فيها ولا معجزات ولا غيره، ده لفظا. أنا الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها. ثيوس، إلهيم، مش ربا، يعني معلم، لا دي بقى مش ربا، دي بقى إلها. الرب يسوع المسيح اتلقب بلقب إلهيم، الله اللي هو إلهيم في العبري اللي هو ثيوس في اليوناني. في إنجيل يوحنا 20:28 أجاب توما وقال له، وده واحد من الأربع كتب، ربي وإلهي، كيريوس أو ثيوس، يهوى إلهيم، الرب الإله. المسيح قال له استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، انت بتقول ايه يا توما؟ لا، ما قالش الكلام ده. قال له اخيرا امنت يا توما؟ فقال له يسوع لانك رايتني يا توما، يا توما امنت. اوكي، البلتوك وقف فعلا. انا عندي البلتوك في الكمبيوتر ده شغال، الكمبيوتر نفر، انا شفت العجب في البلتوك في الخدمه. طيب اعتقد صوتي مسموع دلوقتي، أتمنى. هل المسيح وبخ توما لأنه كده يعني قال حاجات ما حصلتش؟ لا، قال له لأنك رأيتني يا توما أمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. شرحتها تفصيلا في تعبير توما ربي وإله. أيضا في أعمال الرسل 20:28 من كاتب أعمال الرسل ده؟ كاتب أعمال الرسل لوقا البشير، واحد بتاع الأربع كتب اللي لقبهم وقال عليهم الأربع كتب، ده صاحب إنجيل لوقا واحد من الأربعة. بيقول احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله. كويس. التي اقتناها بدمه. إيه ده؟ هو ربنا الله إلهيم ثيؤس اقتنى الكنيسة بدمه؟ هو الله ليه دم؟ لما تجسد واخد جسد بشري وسفك دمه الطاهر على البشرية، دم الله. أعمال الرسل 20:28، والمتكلم هنا مين؟ اللي بالكاتب هذا السفر مين؟ لوقا البشير. أيضا شرحتها بالتفصيل هذا الأمر. بولس الرسول رفيق
لوقا البشير، كاتب الإنجيل لوقا البشير اللي كان بيرافق بولس الرسول. بولس الرسول بيقول في رسالته لتيمساوس: بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طبعا العدد ده أفردت له ملف كامل، لأن ده الشيطان ما استحملش وهيج ناس كتير على العدد ده يشككوا في أصالته، ورديت عليه وقدمت أدلة ضخمة على أصالة هذا العدد. واللي يقطع بهذا الأمر أنه كررها مرة تانية في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس 5:19: إن الله كان في المسيح، يعني عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد والله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. يعني الجسد ده اللي ظهر بيه لما كان ظهر بالجسد باسم المسيح، ده جسد الله اللي صالح العالم نفسه، غير حاسبا لهم خطاياهم وضاعا فينا كلمة المصالحة. ثيؤس الله إيين كائن إن في خريستو المسيح. معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل رومية 9:5: ومنهم المسيح حسب الجسد ماله الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. طبعا شرحتها أيضا بالتفصيل. رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى 5:20، صاحب إنجيل يوحنا وصاحب سفر الرؤيا، يقول إيه يوحنا عن المسيح؟ ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. ماله ده؟ هذا اللي هو يسوع المسيح ده ماله؟ هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. طبعا شرحتها بالتفصيل في ملف هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، يوحنا الأولى 5:20. أيضا يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس 1:1: بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا. الله مش أنت مخلصنا قبل كده قلت إن هو المسيح وربنا يسوع المسيح؟ ده بيتكلم على اثنين، الله وعبده المسيح. لا، تعبير الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح لا تعني الانفصال على الإطلاق، ولا بيتكلم على اثنين. ليه؟ هو بيتكلم هنا والتصريف الفعل بيتكلم على كيان واحد، مش بيتكلم على شخصيتين، بيتكلم على صفات وأسماء لكيان واحد، الله مخلصنا وربنا. مين الله مخلصنا وربنا؟ يسوع المسيح. مين الله مخلصنا وربنا ورجعنا؟ ده يسوع المسيح. بالإضافة إلى لقب المخلص، معروف أنه هو لقب الله في العهد القديم، وهو لقب المسيح في العهد الجديد. ليه؟ لأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. بنفس المقياس رسالته إلى تيتوس 2:13: منتظرين الرجاء المبارك وظهور، أكرر، وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. دي واضحة تماما. ده بيقول مجد الله العظيم الذي هو يسوع المسيح. ظهور مجد الله العظيم لما يظهر هو مجيء الرب يسوع المسيح الثاني. طيب واحد ثاني، رسالة معلمنا يهوذا يقول ايه؟ احفظوا انفسكم في محبة الله. كويس، منتظرين رحمة الله؟ لا، رحمة ربنا يسوع المسيح مش مقبولة قوي. طب نكمل للحياة الأبدية. هو رحمة ربنا يسوع المسيح بتدينا الحياة الأبدية. المسيح يعني لما بيرحمنا بيدينا حياة أبدية، نبي عبده ورسوله؟ لا، نكمل: وارحموا بعض وخلصوا، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين وينقفكم أمام مجده. كل ده على ربنا يسوع المسيح اللي حيدينا الحياة الأبدية، هو اللي قادر أنه يحفظنا ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا. إيه ده؟ يهوذا بيقول لفظا الرب يسوع المسيح، ربنا يسوع المسيح هو الإله الوحيد الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وكل الدهور، أمين. واو، أين قال المسيح أنا هو الله؟ إيه رأيكم؟ وبرضو دي أفرط لها ملف مخصوص
في رسالة يهوذا 1. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تيموثاوس 1 صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع قد جاء إلى العالم. يمكن معلش جاء كأي نبي من الأنبياء؟ لا، الخطاة الذين أولهم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، لكني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أولا. يعني يظهر إزاي فيك؟ يمكن كلامه. لا طب نكمل. كل أنا مثالا للعتدين أن يؤمنوا به، مين؟ بالرب يسوع المسيح للحياة الأبدية. ما معلش ما هو عبد ورسوله. طب يؤمنوا بالمسيح لإيه؟ ماله المسيح ده ليه يؤمنوا به؟ يؤمنوا به بإيه؟ يؤمنوا به ملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى ظهر الدهور أمين. برضو ودي بقى ما عليهاش خلاف، ده طلع يسوع المسيح المخلص اللي مستنينه جه خلص ومستنينه مرة تانية، اللي ساكن فينا ويعطينا الحياة الأبدية، هو ملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، هو الإله الحكيم وحده له المجد والكرامة والمجد إلى ظهر الدهور أمين. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى عبرانيين 1:8، أما على الإبن ماله؟ ما واحد، ما كل اليهود أبناء الله؟ لا طبعا، لقب الإبن مميز اللي في مزمور 2. الإبن ده لقب المسيح كرسيك يا الله. إيه ده؟ الإبن ده هو اللي ليه الكرسي والعرش والسلطان لأنه هو الله؟ أيوه، إلى ظهر الدهور قديم استقامة قديم ملك. ودي عشان كده اتزنقوا فيها الشيوع دهوة فغيروها رغم ان هي لا يوجد عليها خلاف. رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا 5:11، ولذلك وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله، ها، بربنا يسوع المسيح. بالله، بربنا، هو ربنا يسوع المسيح هو الله الذي نلنا به الآن المصالحة. لا معلش، يمكن ده بيعطف شخص على التاني. لا على فكرة بقى الكارثة في اليوناني مفيش حرف عطف، هو بيقول نفتخر بالله ربنا يسوع المسيح. كلمة و دي مش فيهاش أي وجود هنا، ما قالش نفتخر بالله كاي اللي هو و بربنا يسوع المسيح، لا أن نفتخر بالله بربنا يسوع المسيح. دي بقى ما فيهاش عطف، بيتكلم بالمفرد وعلى كيان واحد اللي هو الله اللي هو ربنا يسوع المسيح. رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا 8:9، بولس الرسول اللي حرق شيطان وأتباع الشياطين كتير اللي يسموه بولس، عشان بس يبقى مفهوم. أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكن فيكم. كويس، روح الله يسكن فينا ماشي، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح، الله هو روح الله ولا روح المسيح، مين فيهم اللي يسكن فينا؟ لو سكن فينا روح الله هنبقى كويس، لو ما سكنش فينا روح المسيح مش هنبقى كويسين. هو روح الله هو روح المسيح لأنه لاهوت واحد. رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس 1:24، أما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله. تخيلوا عبد ورسول ونبي يتقال عليه إن هو قوة الله وحكمة الله. قال يعني الله قبل النبي ده أو العبد والرسول ده، الله لا كان عنده قوة ولا عنده حكمة، استغفر الله العظيم. والعدد ده ملحوظة مهمة اللي بيقول أما للمدعوين يهودا ويونانيين فبي المسيح، العدد اليوناني لا في فا ولا في بي، العدد اليوناني بيقول المسيح قوة الله وحكمة الله، وأي حد يرجع ورايا ويراجع العدد اليوناني، إخريستون ثيئو دينامين كاي ثيئو سوفيان، إخريستون المسيح ثيئو الله دينامين قوة كاي وثيئو الله سوفيان حكمة. المسيح قوة الله اللي هو actually نقدر نترجمها المسيح الله القوة والمسيح الله الحكمة. أهو إخريستون المسيح الله قوة والله حكمة. وأريد استخدم أداة التعريف قبل المسيح، بيقولها لفظا المسيح الله قوة والله حكمة. رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي 3:11، والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح،
والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح، يعني الله نفسه هو أبونا وهو ربنا يسوع المسيح، ويكمل يهدي طريقنا، مش يهدو أو يهدو، يهدي طريقنا إليكم. الله أبونا والله ده هو ربنا يسوع المسيح، ويستخدم العدد تصريف مفرد يهدي. طبعا مش محتاج أتكلم على لقب الرب للرب يسوع المسيح اللي قاله بوضوح، واللي هو استخدم، اللي هو بيجي كريوس في اليوناني اللي هو اترجم بيها اسم يهوه في السبعينية قبل الميلاد، لأن هو إلهنا. سفر الرؤيا 19:1، بعد سمعت صوتا عظيما من جمع كثير من السماء قائلا: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا. لقب الرب ده لقب إلهنا، والرب يسوع المسيح واخد لقب الرب، ولقب الرب ده لقب إلهنا. المسيح الخالق في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس 2:10: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع. ده مش بس خلق له وجاب له شوية طين ولعب بيهم ونفخ فيهم فكانوا طيرا بإذن الله، لا، ده احنا كلنا، ده احنا مش طير، ده احنا كلنا مخلوقين في المسيح. ده مش نفخ في طير، ده نفخ فينا كلنا من بداية آدم، عشان كده أعطانا حياة لأنه هو الله الخالق. ويكمل ويقول إيه؟ قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. مخلوقين في المسيح الله، المسيح هو الخالق لأنه هو الله الذي خلق الكل. أيضا يقول في رسالته الأفسس 3:9: وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوب منذ الظهور في الله الخالق الجميع بيسوع المسيح. بس ربنا بدأ يخلق الجميع 4000 سنة قبل ما يجي عبد ورسول المسيح، وهنا بيقول خلق الجميع بيسوع المسيح. ده معناه أن المسيح ده من ذات الله قبل ما يتجسد. في إنجيل يوحنا 1:1: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، وده واحد من الأربع كتب. هكذا كان في البدء عند الله. يقول إيه؟ كل شيء به كان. أوبا، ده السماء والنجوم والأرض والحيوانات والنباتات وكل حاجة كانت، خلقت، وجدت بالكلمة اللي هو مين؟ المسيح اللي اتجسد، اللي هو الكلمة الله. وبغيره لم يكن شيئا مما كان. فيه كانت الحياة، ده طلع هو مصدر الحياة، ده ما طلعش عبده ورسوله، ده طلع هو مصدر الحياة، والحياة كانت نورا للناس. معلمنا بولس الرسول في رسالته العبرانيين إصحاح 1:1: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. معلش، ما هو يهودي واليهود أبناء الله الذي جعل وارثا لكل شيء. معلش، ما هو واحد من الخمسة المكرمين الذي به أيضا عمل العالمين. أبا، لا، ده بقى ده العبد ولا رسوله ولا من الخمسة اللي مش عارف إيه، ده اللي خلق به كل شيء في العالم، الذي هو مسيح بالنسبة لله إيه؟ بهاء مجده. أبا، ما ينفعش يتقال على عبد ورسوله بهاء مجد الله ورسم جوهره. لا، دي خلصت، ما فيش عبد ولا إنسان يتقال عنه رسم جوهر الله، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. ها، ده مش بس يعني اللي خلق، ده اللي محافظ على استمرارية الحياة، حافظ وحامل كل الأشياء، يعني ماسك استمرارية الحياة. الذرة ما بتنهارش بسبب المسيح لأن هو الله الخالق. النجوم ما بتنهارش لأنه اللي ماسكها هو المسيح لأن هو الله، بعدما صنع نفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. ويقول في رؤيا يوحنا اللاهوتي 4 على المسيح أيضا في التمجيدة بتاعة المسيح: مستحق أنت أيها الرب، اللي هو الرب يسوع المسيح، أن تأخذ المجد، معلش، الكرامة، معلش، القدرة، لأنك خلقت كل الأشياء. لا بقى، وهي بإرادتك كائنة وخلقت. ده المسيح وضح ان هو موجود بلا حدود لما بيقول في انجيل متى 18:20: لانه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك اكون في وسطهم. موجود مع اي 2 يجتمعوا باسمه في اي زمان واي مكان.
قالها في إنجيل متى 28:20 برضو من الأربع كتب، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام. في أي مكان أي اتنين يجتمعوا باسم المسيح هيكون معاهم، لأن هو من غير محدود إلى انقضاء الدهر. أمين. أيضا موجود في كل مكان، مش بس حتى بعد صعوده، ده في أثناء تجسده، زي ما يقول في يوحنا 3:13: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فهو نازل أولا ويصعد أيضا، وهو في نفس الوقت ملء السموات والأرض. إنجيل يوحنا 8:23: فقال لهم: أنتم من أسفل أما أنا من فوق، أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم. وضح أنه هو من فوق سماوي. كون أنه هو تجسد ده لا يلغي كينونته أنه هو الإله ولاهوته، وهو من السماء. هو رب اليوم السابع اللي هو اليوم السبت بتاع يهوى نفسه. إنجيل متى 12:8: فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، لأن هو الرب خالق العالم وحاطط المنظومة ومؤسس اليوم السابع، عشان كده هو رب السبت اليوم السابع. وهو اللي قال في لاويين 19:30: سبوتي تحفظون ومقدسي تهبون، أنا الرب ولي سلطان على الملائكة والملكوت والخليقة كلها. إنجيل متى 13:41: يرسل ابن الإنسان ملائكته، ابن الإنسان المسيح وهو المتكلم ملائكته. إيه ده؟ هي الملائكة طلعت ملائكة المسيح لأن هو اللي خلقهم، ولسه عبده ورسوله. بالذمة أقول إيه بعد كده؟ من له أذنان للسمع فليسمع. إنجيل متى 25:31: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده. إيه ده؟ ده المجد الله طلع مجد المسيح، لأن الله هو المسيح، وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده هو الديان، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم مع بعض كما بعضهم من بعض، كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. وليه سلطان على الأنبياء، هو اللي بيرسل أنبياء العهد القديم، وهو المتكلم في إنجيل متى 23:34، ويقول إيه المسيح بنفسه: لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم، وتطردون من مدينة إلى مدينة. هو اللي أرسل الأنبياء، ده المسيح اللي أرسل موسى، واللي أرسل أشعية، واللي أرسل أرمية، واللي أرسل كو إلي وكل الأنبياء. المسيح وهو بيقولها لفظا: بأرسل لكم ومستمر، وأعدت أرسل لكم حتى الآن. بالطبع اللي يرسل الأنبياء هو يهوى، الكلام ده لفظا في سفر أرمية 25:4: قد أرسل الرب إليكم عبيده الأنبياء مبكرا ومرسلا، فلم تسمعوا ولم تميلوا أذنكم للسمع. يهوى اللي يرسل الأنبياء، والمسيح بيقول أنا اللي أرسلت لكم الأنبياء ولسه برسل لكم. والرب يسوع المسيح يقول بوضوح أنه هو إله الأنبياء. سفر رؤيا يوحنا 22:6: ثم قال لي: هذه الأقوال الأمينة والصادقة، والرب، لقد الرب يسوع المسيح، والرب ماله إله الأنبياء القديسين. إيه رأيكم؟ طلع الرب يسوع المسيح إله الأنبياء القديسين، هو اللي بيقضي حياة أبدية في يوحنا 10:28: أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. هو ابن داود ورب داود وخالق داود في نفس الوقت. السؤال اللي عجز عنه اليهود ان يرد عليه وبعدها ما تجرؤوش يسألوه مرة تانية في انجيل متى 22 قائلا، المسيح بيسأل اليهود: ماذا تظن في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا؟ قال الرب قائلا: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. فان كان داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ ازاي بالجسد ابن داود يتجسد من واحدة هي بنت داود من عذراء، ولكنه في نفس الوقت باللاهوت هو رب داود. فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يكسر أحد أن يسأله البتة. أكدها مرة أخرى، نفس الأمر ونفس الفكر في رؤيا يوحنا اللاهوت 22:16: أنا يسوع أرسلت ملاكي، نفس الكلام اللي قاله، يقول لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل، أنا مصدر داود، أنا اللي خالق داود، أنا رب داود، أنا إله داود، أنا اللي أوجدت داود. وفي نفس الوقت
وذرية داود. باللاهوت يقول المسيح أنا أصل داود وإلهه. بالتجسد أنا ذرية داود ومن نسله، لأنه تجسد من مريم العذراء حفيدة داود. كوكب الصبح المنير أكد أنه هو يهوى كيريوس الرب خالق داود. الكلام ده نلاقيه في إنجيل متى أيضا، على أنه هو يهوى اللي هو كيريوس اللي هو الرب. في إنجيل متى 7:22 كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب. ها، في اليوم الأخير في الدينونة لما يقف أمام الله الديان يقولوا له يا رب، والمسيح المتكلم بيقولوا هيقولوا لي. المسيح بيقول في يوم الدينونة لما يقفوا أمام الله هيقولوا لي يا رب يا رب أليس بإسمك تنبأنا وبإسمك أخرجنا شياطين وبإسمك صنعنا معجزات؟ ويقول لنا ربنا في العهد القديم أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر. اسم الرب ولقب الرب ما يدوش لحد تاني، لا في الأرض ولا في يوم الدينونة. سفر أشعياء 42 أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر. ده اسمه في العهد الجديد الرب، بل يدعونه الرب ويقول ولماذا تدعوني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ عشان تدعوني يا رب يا رب وتستحقوا تعملوا اللي أنا بقوله، لأن هو رب الأرباب. وعشان كده قال في إنجيل يوحنا 10 أنا والآب واحد، والتعبير اللي عارفينه إيجو كاي أو باتير إين اسمين، إيجو أنا كاي و أو باتير الآب إين واحد اسمين كيان كينونة. أنا والآب واحد في المشيئة، لا ده مش في المشيئة، ده في الذات وفي الكرامة وفي المكان وفي القدرة وفي الخلق وفي الأزلية الأبدية وفي الدينونة وفي كل شيء. أمثلة قليلة من النبوات، سفر أشعياء 9 يولد لنا ولد عادي نبي ونعطى ابنا عبد ورسوله، لا تكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا، لقب ربنا محدش تاني ياخده. لماذا تسأل عن اسمه هو عجيب؟ مشيرا لقب ربنا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود. ليه؟ لأن العجيب المشير الإله القدير الأب الأبدي رئيس السلام لما يتولد هيتولد من نسل داود، وعلى مملكته ليثبتها ويعضها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. مين هو ده؟ رب الجنود. غيرة رب الجنود تصنع هذا، هو اللي هيتجسد وهيجي كولد من نسل داود، والابن اللي هنعطاه ورح تكون الرئاسة على كتفه اللي هو العجيب المشير الإله القدير الأب الأبدي رئيس السلام، هو طلع رب الجنود. واللفظ المستخدم يهوى. أوبا، إيه رأيكم؟ ملك السلام وملك البر إلى الأبد هو المسيح. ويقول في أشعياء 7:14 لكن يعطيكم السيد نفسه آية. السيد نفسه هيجعل نفسه آية. يجي إزاي ويخلي نفسه يهوى نفسه يعمل نفسه آية؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعى اسمه عمانوئيل؟ سيد نفسه هو اللي يكون بنفسه آية، يهوى بنفسه هو اللي يكون آية ويتجسد وقت من عذراء. ويقول في أشعياء 40:9 على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك. ماله إلهيم؟ ماله يهوى إلهيم؟ يقولوا إيه على جبل على جبل صهيون؟ هو ذا السيد الرب يهوى إلهيم، إلهك الرب، إلهك السيد الرب. يعمل إيه؟ بقوة يأتي. أوبا، ده هيتجسد. وذراعه تحكم له، هوذا أجرته معه وعملته قدامه، كراع يرعى قطيعه، الراعي الحقيقي، راعي الخراف. أنا هو الراعي الصالح، بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. اللي حيأتي ويتجسد ويصبح هو الراعي هو السيد الرب، هو نفسه إله يهوذا، وبذراعه بنفسه مش حد تاني يحكم ويصبح كراعي خراف ويرعى شعبه ويسير أمامه ويخلصهم، والمسيح هو الراعي. في سفر دانيال 7:13 كنت في أرى في رؤى الليل وإذ مع سحب السماء مثل ابن إنسان. شكله لما يتجسد هيبقى ابن إنسان،
لكنه موجود فين؟ أتى وجاء، يعني موجود بالفعل إلى قديم الأيام، لأنه موجود مع قديم الأيام منذ الأبد. فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له، لتخدمه. لا، اللفظ ما بيقولش لتخدمه، لتتعبد له في اللفظ العبري. كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي، مش عبد ورسول ويتخدم، ده سلطانه أبدي ما لن يزول، وملكوته، لأن هو ملكوت السموات، ملكوت الله هو ملكوته ما لن ينقرض. ابن الإنسان اللي سلطان ومجد وملكوت تعبد الشعوب، وسلطانه سلطان أبدي، وهو يقدس تابعينه، والآب يعطي الدين لقديس العلي، يعني ابن الإنسان، لأنه هو العلي، هو اللي قدسهم، هم اللي بيتعبدوا ليه، لأنه ابن الإنسان وقديم الأيام واحد. ويخرج من فين؟ من بيت لحم. سفر ميخا 5 عدد 2: وأما أنت يا بيت لحم إفراتة، وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا عبده ورسوله، لا، على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. ده مش عبد ورسول يجي، ده أصله ومكانته وكينونته منذ القديم، منذ أيام الأزل، يعني أزلي أبدي. فيقول لنا أنه هو يبقى إلى الأبد دانيال، ميخا يقول لنا أنه هو أزلي. هو يشبه أبناء يهوذا لما يتجسد، لكن يختلف عنهم أنه هو أزلي. سفر أرميا 23:5: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم غصن لداود نبي. لا، غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض، في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه. عشان خاطر تقول اسمه عبد ورسوله، لا، ما يقولش كده. اسمه إيه؟ الرب برنا، يهوى برنا. اللي يجي ده ويجي من نسل داود هو يهوى برنا. عدد مهم يقول في مراسي أرميا 24: نفس أنوفنا مسيح الرب أخذ في حفرهم الذي قلنا عنه في ظل نعيش بين الأمم. نفس أنوفنا، يعني تعبير مهم، اللي هو جه في تكوين، جبل الرب الإله آدم ترابا في من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. مين اللي بيقول عنه أرميا نفس أنوفنا، النفس اللي تم التنفس في أنوفنا كبشر بداية من آدم، فأصبحنا أحياء، أصبحنا بشر، فصار آدم نفسا حية. مين هو ده؟ مسيح الرب. ده المسيح هو اللي نفخ في أنف آدم نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. هو اللي نفسه أخذ في حفرهم وحيتحط في حفرة، رغم ان هم من كانوا يؤمنوا به انه حيعيشوا في ظله الى الابد. طب اقول عنها ايه دي؟ مسيح الرب هو اللي نفخ في انف ادم نفس الحياه، واصبح كل نفس انوفنا والبشر هي نفخته هو، هو ده برضه اللي حيموت. اكتفي بالقدر ده. طبعا لو عايزين، يعني الموضوع ده أنا ممكن مش أتكلم فيه أيام، أنا أتكلم فيه سنين. أنا قلت لكم أنا عندي 5000 صفحة عن لاهوت الرب يسوع المسيح، تكلمت عن حاجات بسيطة جدا. ده يقول في أرميا: الزاجر البحر رب الجنود اسمه، والرب يسوع المسيح هو يزجر البحر، والبحر والريح تطيعه لغاية تلاميذه ما تعجبه. أتمنى أن تكون الصورة اتضحت، وعارف أن اللي سأل السؤال طبعا خرج مباشرة، لكن أحب أوضح حاجة. إخواتي الأحباء المسلمين والغير مسيحيين اللي دايما بيكرروا أين قال المسيح أنا هو الله، أو أين شاهد الكتاب المقدس عن لاهوت المسيح، أو أي أساليب الأسئلة المختلفة الكثيرة اللي بتكرروها بأساليب مختلفة بتستسكوا فيها ومفكرين أن أنتوا هتعملوا سؤال أن نعجز عنه، كل الأسئلة دي الكتاب المقدس إداكم أدلة واضحة جدا على لاهوت الرب يسوع المسيح من نفسه، هو نفسه اتكلم، شهادات تلاميذه اللي شهدوا عنه اللي كانوا معاه، من معجزاته، من النبوات اللي شهدت عن لاهوته وأعماله، من سلطانه، من تعاليمه، وأيضا من استمراريته، لأنه حتى الآن يشهد عن نفسه، والله لا يترك نفسه بلا شاهد، وحتى اليوم لسه بيشهد عن نفسه وبيعمل معجزات يؤكد هذا الأمر.
أنت بلا عذر أيها الإنسان، أخويا الحبيب جدا المسلم. أرجو إن أنت تنتبه، طلبت السؤال وتجاوب، طب يا ترى دلوقتي هتعمل إيه؟ لأن أنت لما سمعت الإجابة وبرضه رفضت الرب يسوع المسيح، أنت بلا عذر أيها الإنسان. خلي بالك، للأسف هتقف قدام ربنا وتقول له مش معرفتش، مش ملقتش، لا سمعت الإجابة وعرفت، بس هتقف قدام ربنا تقول له إيه؟ ربنا ساعتها هيقول لك للأسف أنت بلا عذر أيها الإنسان. ربنا يبارك حضراتكم وأصلي لكم من عمق القلب، ربنا يفتح عليكم يا رب. أسف جدا طولت، معلش سامحوني دكتور ميري، لو تعليق سريع هسمع حضرتك، بس أنا للأسف I'm running really behind، فهسمع تعليق حضرتك بعد كده أقول التعليق على الأحداث وأختم الغرفة مباشرة. المايك مع حضرتك. طب حد سامعني؟ هل انا ليا صوت؟ اجرب نفسي. الو، طب في صوت؟ اوكي انا انا اكتشفت دلوقتي، انا في كمبيوتر شايف اسم دكتورة ميري وفي كمبيوتر تاني مش شايفها. شفت العجب في البلتوك. ام سوري، ربنا يبارك حضرتك. ما علينا، هيتجنن قريب.